هو يراه في الماتش ويراه الملاعبيه نتاعه ويحب يبدل ويغير وحرمة باش مدرب هو ياخذ في 80000 يورو في الشهر هكاك بالهواء كيما هو لازم يبدل ويغير ويتحمل مسؤوليته بعد الماتش بعد الهزيمه يحاسب على قراراته الاكثر والاقل اما ما نحكموش على مسيره مدرب مع المنتخب المغربي على ماتش على ماتش وحيد واثبت المدرب هذا يعني يوزيتش انه مدرب يعرف يتصرف ويعرف يتحكم في المجموعه وخلق من منتخب مغربي بطابع جديد اللي قلناه شيء هذا الكلام الكل قلناه ومسجل علينا لكنه مره اخرى يفشل سمير فوالا بالرغم اللي الطابع تغير والصوره تغيرت النمطيه نتاع المغرب فوالا فوالا نعرف الماتش اللي به الفائده وهو بيدو صرح قال الهدف نتاعي هو الكاريداس ونمشي لواحد ما نجحش اخفق في ذلك وبالتالي يتحمل مسؤوليته هو وباقي اللاعبين بطبيعه الحال، اما انه يغير يا فهمي اسم ولا زوز ولا ثلاثه هو حر، هو مدرب يلزم يحقق من حقه اما نجم يكون غير. تغيير صايب كما نجم يكون تغيير فاشل، اي التغييرات اللي عملهم وحتى اثناء المباراه ما كانش متميز، كانوا نقاط ضعف واستغلهم كيروش باش خذ عليه الاسبقيه يحاسب على ذلك يحاسب في موضوع اخر اما الفني يخطئ يخطئ انت مسيره اليلوزيت مع المغرب ديما يقوم بالتغييرات، ديما يغير يقعد يغير وينجح يغير ويربح يغير ويمشي يغير كذا في بعض الاحيان هذيك الشارع نتاع الكره في بعض الاحيان تفشل